نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سندين لقصة الأربعة، وقد قال قبل إرادها في الباب وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة، ثم ذكر القصة، وبعد إيراد السند الثاني قال وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد. إسناد خير من ذلك الإسناد، قصده الذي ليس فيه توسل بالصالحين، وإنما فيه أن كلا تمنى أمنية طيبة ولم يقل أدعوك بكذا وأدعوك بكذا. نعم، ففي فرق بين القصتين، واحدة فيها توسل بالمخلوقين هذه لا غير ثابتة، وواحدة ليس فيها توسل بالمخلوقين هذه لا شيء فيها. إن الإنسان يتمنى أن يكون كذا، يتمنى يكون عالم، يتمنى يكون عابد، يتمنى الملك، ما في هذا أمور مباحة ولك أن تتمنى. نعم.